أظهرت صور اقتحام السفارة الأمريكية في صنعاء قيام بعض المتظاهرين بنهب محتويات من السفارة، واقتحم عشرات المتظاهرين الغاضبين مبنى السفارة الأمريكية في صنعاء احتجاجا على فيلم مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأظهرت صورة قيام شاب بنهب طابعة وآخر يحمل جهازا إلكترونيا يبدو لجهاز حاسوب، ومقتحم آخر يحمل كرتونا لم تعرف محتوياته. كما تظهر الصور قيام المقتحمين بفتح وتكسير السيارات الواقفة في فناء السفارة قبل أخذ محتويات بداخلها وإحراق سيارتين. وكان شاهد قال للمصدر أونلاين أن قوات الأمن التي تحيط بمقر السفارة تنحت جانبا، حيث تجاوز المتظاهرون بسهولة الحاجز الأمني ودخلوا إلى المنطقة المحيطة، حيث رشق المتظاهرون المبنى بالحجارة وأحرقوا إطارات مستعملة، كما حطموا نوافذ المكاتب الأمنية خارج مقر السفارة. ووصلت في وقت لاحق تعزيزات من قوات الأمن ومكافحة الشغب وأطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين، كما أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع حيث أصيب بعضهم باختناق. وقال هادي أنه يتابع الوضع عن كثب وأعرب عن أسفه البالغ لمجريات ما حدث اليوم، وقال إن من قام بذلك جماعات غوغائية لا تعي ولا تدرك المخططات البعيدة المرامي من قبل القوى الصهيونية، خصوصا التي قامت بتأليف ونشر فيلم مسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودعا العراسي في تصريحه للأجهزة الأمنية التعامل بحزم، وقال إن الرئيس وجهها بتنفيذ ذلك. يحتفل التجمع اليمني للإصلاح اليوم بالذكرى 22 لتأسيسه، وتأتي هذه المناسبة واليمنيون يستكملون ثورتهم الشبابية الشعبية السلمية نحو التغيير إلى الأفضل التي انطلقت في مطلع العام الماضي. وقد أثبتت الأحداث التي مر بها اليمن منذ قيام الجمهورية اليمنية في عام 1990 أن التجمع اليمني للإصلاح كان وما يزال صمام أمان البلد وما ظل يستظل بها كافة اليمنيون، ودوحة تحوي كل معسر ودرعا منيعا وحصنا ثابتا يدافع عن كل المظلومين ويقف في وجه كل ظالم وطاغية. فهي عطاءاته المتواصلة ومسيرته المتجددة مستمرة رغم كل العوائق والأحداث. إن التاريخ المشرق حاضرا يسجل مواقف وبطولات هذا التجمع النقي في أصله الثابت في جذوره اليانع في ثمره مرة تلو الأخرى، وأن صفحات الناصعة البياض هي من خلدت التضحيات العظيمة التي قدمها قيادة وكوادر الإصلاح في الخروج بالوطن من شتى الأزمات التي يفتعلها المخلوع وأزلامه. أكد محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح إن استراتيجية حزبه هي عدم خوض الانتخابات أو إدارة وتسيير الدولة بشكل منفرد. وقال اليدومي إن ما حدث في اليمن ثورة بكل المقاييس، فقد استطاعت أن تطيح بعلي عبد الله صالح من الحكم. وردا على سؤال حول قدرة نجل صالح وقواته في قيادة انقلاب والسيطرة على العاصمة صنعاء، قال اليدومي إن أحمد علي لا ولن يستطيع القيام بذلك، مشيرا إلى أن جميع القوات المسلحة في اليمن أصبحت موالية للقيادة السياسية الحالية في البلاد برئاسة عبد الرب منصور هادي. وحول علاقة حزب الإصلاح بالمؤتمر الشعبي العام، قال اليدومي إن واجبنا في أحزاب اللقاء المشترك أن نأخذ بيد المؤتمر لكي يستطيع بناء نفسه من جديد وإعادة هيكلته من جديد. وعن علاقة الإصلاح بجماعة الحوثيين، قال إن عليهم أن يختاروا الأسلوب الذي يجدونه مناسبا للتعامل مع الإصلاح حتى يتعامل معهم بالمثل. وقال أيضا سنبذل جهدنا في الأخذ بيدهم للتحول لتنظيم سياسي وترك السلاح. جاء هذا في مقابلة له مع قناة الجزيرة برنامج بلا حدود مساء الأربعاء. أقدم مسلحو الحوثي يوم أمس على قتل المواطن معيد حربان العبادي أمام أفراد عائلته خلال مرور العبادي يوم أمس الأربعاء من إحدى نقاط التفتيش التابعة لهم الواقعة بمنطقة الجعملة بمديرية مجز، حيث سفكوا دمه أمام أفراد أسرته دون مراعاة أي حرمة لدماء المسلمين أو مراعاة مشاعر زوجته وأولاده الذي أقمي على البعض منهم عندما وجدوه مدرجا بدمائه.
وفي عاصمة المحافظة وداخل حوش المعهد التجاري أقدم مسلحو الحوثي بضرب أحد الشباب ضربا مبرحا عندما حاول التقاط بعض الصور بهاتفه المحمول لتجمعات حوثية داخل حوش المعهد خلال تجمعهم واستعدادهم للذهاب إلى العاصمة صنعاء للمشاركة في المسيرة التي انطلقت صباح يومنا هذا إلى السفارة الأمريكية للتنديد بالإساءة بالرسول صلى الله عليه وسلم. طالبت أسرة المعتقل اليمني في سجن جوانتانامو عدنان فرحان عبد اللطيف المجيدي والذي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية وفاته قبل أيام، طالبت بتحقيق دولي في أسباب وفاته وتسليم جثته ليتم دفنه في اليمن، وقالت بأنه تم اختطاف ابنها أثناء تواجده للعلاج في باكستان عام 2001 ولم تكن له أي علاقة بتنظيم القاعدة أو طالبان، فيما كانت المحكمة الجزائية بالولايات المتحدة الأمريكية قد برأته في عام 2010 لكنها لم تفرج عنه في حينه. كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية في موقعها على الإنترنت بأن تحقيقا فتح لمعرفة أسباب الوفاة، مشيرة إلى أن المعتقل لم يكن حتى لحظة وفاته متهما بجرائم حرب ولم يمثل أمام محكمة عسكرية. نفذت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بعدن بالتعاون مع قطر الخيرية مشروع العودة الطوعية لنازحي محافظة أبيان اليوم الموافق 11 من سبتمبر 2012 بمدرسة آزال بالقلوعة بعد أن نفذته في كل من مدرستي الداري وبئر أحمد بمديرية البريقة محافظة عدن لعدد 95 أسرة نازحة. ويتضمن المشروع الذي يستهدف 600 أسرة نازحة في المساعدة على العودة إلى أبيان بمواد غذائية وأدوات منزلية وتوفير وسائل النقل إلى محافظة أبيان. وأوضح منسق برنامج العودة الطوعية بعدن عارف قاسم المنصوري إن هذا المشروع بدأ قبل رمضان واستفاد منه 101 أسرة نازحة، وبعد رمضان استأنفنا المرحلة الثانية من المشروع وأعدنا النازحين في مدرستي الداري وبئر أحمد إلى ديارهم. اليوم معنا مدرسة القلوعة ومدرسة أزال في مديرية التواهي، وقال إن المشروع يستهدف الأسر الفقيرة من النازحين والغير قادرين على العودة إلى مناطقهم إما بسبب ضيق اليد، داعيا منظمات المجتمع المدني وكافة الخيريين إلى دعم الأسر الفقيرة من النازحين ومساندتها وبما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.